مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في كيف الصحة، برنامجكم الأسبوعي من كل يوم سبت، نبدأها من الساعة الثالثة حتى الخامسة بتوقيت لندن. موضوع حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا الكرام، الحساسية عند الأطفال، أسبابها وعلاجها. طبعا سنتناول العديد من أنواع الحساسية، الأسباب المسببة للحساسية عند الأطفال، الحساسية عند الطعام، عند الطعام أو للطعام، حساسية الجلد أيضا، وسنتناول حساسية الجيوب الأنفية والصدر، وكيفية التعاطي مع الحساسية، وكيف نخفف من مخاطر الحساسية. إذن سنكون على موعد مع الدكتور خورشيد خليفة، وهو محاضر واستشاري طب أطفال في إحدى جامعات لندن. أهلا بكم وبكل أسئلتكم خلال هذه الساعتين، ونرحب بالتالي بك دكتور خورشيد، نحييك مرة أخرى. طبعا الحساسية الكل يعرفها بطريقته الخاصة، بتجربته الخاصة، كان مع أبنائه أو حتى مع نفسه، ولكن التعريف الدقيق الطبي ما هو؟ يعني بشكل عام عشان يبقى تعريف سهل ومختصر، هو تفاعل بيعتبر غير طبيعي من الجسم إلى مسببات الحساسية. قد تكون أطعمة، قد تكون مواد كيميائية أو أشياء أخرى، فبيحصل تفاعل غير طبيعي، نعتبره غير طبيعي. فده يعني باختصار كلمة حساسية، وفيها تفاصيل كثيرة نحكي فيها إن شاء الله. أكيد. طيب دكتور، الحساسية يعني يفاجأ الأباء والأمهات عند أحيانا بعد ولادة الطفل وهو رضيع، يكتشف من بعد الرضاعة تبدأ الحساسية، حساسية الجلد، حساسية حتى الأزمة أو الصدر كما ذكرناها. يعني ما هي أسبابها، وماذا يحدث أو ماذا يحدث أثناء ردة فعل الحساسية عند الأطفال؟ نعم، هو بالنسبة كويس بدأنا بالأطفال أو حديث الولادة أو الأطفال اللي هم الرضع يعني. نعم. ففعلا دول كمان بيولدوا يكون يصابوا بالحساسية. نعم. ده طبعا بيكون في مشكلة في جهاز المناعة، وبيكون هذا التفاعل لإما للحليب أو حتى من غير تفاعل للحليب، هو جهاز مناعة الطفل بيبقى فيه خلل يؤدي إلى، بالذات من أكثر الأشياء المشهورة في الأطفال في هذا السن، أيوة، هو الإكزيما أو التهاب الجلد يعني. نعم. ده ممكن يكون ملوش علاقة بالحليب إطلاقا، وممكن يكون ليه علاقة بالحليب. الأطفال اللي بيرضعوا رضاعة طبيعية من أمهاتهم بشكل عام هم أقل عرضة لظهور الحساسية عندهم. نعم. الأطفال اللي بيرضعوا اللبن اللي هو الصناعي بيكون هم عندهم نسبة حدوث الحساسية فيهم أكبر شوية. طيب يعني نريد أن نعرف ماذا يحدث أثناء ردة فعل الحساسية. نعرف أن هناك تكون الحكة وبعض الالتهابات الجلدية، ليه تعطينا أيضا صورة موضحة لهذا الأمر؟ من صور التفاعل اللي بيحصل أنه بالنسبة للجلد يحصل فعلا طفح على الجلد، ويحصل احمرار أو تورم بالجلد. بالنسبة للتغذية الطفل ممكن يكون بيرجع يعني، أو يحصل له إسهال. نعم. أو يكون عنده مغص شديد في الطفل يعني، بيبكي بكاء شديد غير المعتاد يعني. نعم. وبالذات يكون مرتبط بالرضاعة يعني، بعد الرضاعة بشوية قليلة الطفل يكون يعني يصرخ صراخ شديد لفترة. نعم. طويلة. فدي معظم هذه يعني الأشياء الأساسية إزاي بيبان يعني تظهر علامات الحساسية. نعم. في الأطفال في هذا السن. هل يؤثر على ضغط الدم أحيانا عندما تكون الحساسية صادمة أو قوية أحيانا، وأيضا تؤدي إلى الاختناق بسبب تورم الحلق أو عدم دخول الأكسجين؟ طبعا بالتأكيد بيأثر على ضغط الدم، بيأثر على الدورة الدموية كلها بشكل عام. نعم. وفي حالة حدوث الحساسية أو اللي هو
الالتهاب المفاجئ يعني بالنسبه رد الفعل المفاجئ في الحساسيه ده ممكن يسبب هبوط شديد في ضغط الدم ويسبب مشكله في الدوره الدمويه بشكل عام يعني. نعم. اشياء اخرى لما تفضلتي وذكرتي انه بالنسبه للتنفس طبعا ممكن يحصل ضيق في التنفس، ممكن يحصل تورم في الوجه، تورم في الرقبه او في القصبه الهوائيه، وممكن يؤدي الى اختناق. طبعا ده بيبقى يعني اكثر خطوره، طبعا ده بيبقى تفاعل شديد وخطير او خطر، ولابد من التعامل معه بشكل يعني طارئ جدا. طيب دكتور، الان نريد ان نفهم اكثر، يعني يا ليت تقربنا في الصوره. هل الطفل عندما يولد يعني مباشره يصاب بالحساسيه بسبب خلل كما ذكرت في المناعه فيه هو ام في الام؟ هو يعني اخذ هذه او اخذ هذا الخلل من الام مباشره، ام هو خلق بها جيناتكس يعني جينيا وراثيا؟ لا، الاكثريه منهم بيكونوا الطفل هو نفسه بيتولد يكون يعني عنده مشكله في جهاز المناعه في طريقه تعامله مع الاشياء المحيطه. أيوة. سواء اشياء في الهواء، اشياء في موجوده داخل البيت، اشياء في الطعام. حتى الاطفال هم يعني بيرضعوا رضاعه طبيعيه، احيانا بعض المكونات في حليب الام نفسه احيانا يثير هذا رد الفعل عند الطفل. يعني الغالبيه يكون مشكله من الطفل نفسه او تكوين جهازه المناعي. نعم. ولكن في طبعا نسبه معروفه انه الحساسيه فيها نسبه وراثه يعني الاكبر طبعا يعني. اذا لا النسبه الاقل الاقل الوراثه. نعم. نعم الوراثه موجوده، يعني بشكل عام بنقول انه الطفل اللي هو ابوه او امه او حد في العائله عنده اي نوع من الحساسيه هو يكون نسبيا اكثر عرضه للحساسيه من الطفل الاخر. ونسبيا لا تعني ان كل الاطفال اللي هيتولدوا للاب او الام اللي عندهم حساسيه هيكونوا عندهم حساسيه، لا هي نسبه منهم. نعم. وهتكون اكبر شويه مقارنه بالاطفال اللي ما عندهمش حساسيه في العائله. إذا نستطيع أن نقول أن ليس كل طفل يولد هو عرضة للحساسية. طيب كيف تعرف الأم أو تعرف الأسرة أن ابنها غير أن هذه العلامات؟ أحيانا لا تظهر العلامات مباشرة كالطفح ومثلا الانتفاخ أو السيلان أو البقع الحمراء على الوجه أو غيرها. كيف نستطيع أن نكشف أو نكتشف أن هذا الطفل لديه حساسية؟ هو طبعا في بعض الأسر وخاصة اللي بيكون عندهم يعني موضوع الحساسية في الأسرة سواء من الإكزيما بتاعت الجلد أو موضوع حساسية الصدر. أيوة. أو حساسية للطعام، كثير من هؤلاء الآباء والأسر يكونوا مهتمين بدرجة كبيرة عشان يعرفوا لو كان طفلهم عنده حساسية ولا لا. بشكل عام احنا لا ننصح ان احنا نعمل فحوصات مخصوصة للأطفال اللي بيولدوا لآباء عندهم حساسية أو كذا. زي ما حكينا انه ممكن هذه الحساسية تظهر على الطفل من بداية من الأسابيع الأولى في الولادة، ولكن في كثير من الأطفال تبدأ الحساسية تظهر عندهم عند مراحل متأخرة شوية وعمرهم عدة شهور، يعني عدة أشهر، أو عند عمر سنة أو سنتين أو ثلاثة وهكذا حتى إلى سن البلوغ. يعني بعض الكبار يبدأوا عند سن متأخرة يظهر عندهم حساسية لأشياء مختلفة. فيعني دي من الناحية العملية، يعني برضو نصيحة بشكل عام إنه الأسرة اللي فيها أحد عنده حساسية ما ناخدش الموضوع بشكل يعني يكون بنسميه الوسواس القهري، إن احنا نحترس من كل شيء ونروح للطبيب ولازم تعمل لنا فحوصات لا، هذا في الحياة العملية ما احنا لا، مش ده المطلوب ومش ده اللي احنا بنعمله. ومش يعني دائما بالضرورة ان الطفل الاول اذا اصيب بالحساسية الطفل الثاني يكون مصاب بالحساسية. عشان يبقى الكلام محدد تاني، اذا كان الطفل الاول عنده حساسية معناها ان الأسرة دي عندها يعني قابلية
للحساسية معناها أن الطفل الثاني هيكون عنده قابلية للحساسية ولكن بنسبة. نعم. نسبة مقارنة بالأسرة اللي ما عندهمش أي نوع من الحساسية في أفراد الأسرة. تمام. نسبة تزيد يعني شوية. نعم. ولكن ليس معنى أن الطفل الأول اتولد عنده حساسية أن الطفل الثاني والثالث هيكونوا بالتأكيد عندهم حساسية. لا، المعلومة دي بتبقى مش للأسف صحيحة منتشرة. نعم. ولكن ده مش صحيح. نعم. طيب معناه ذلك أن هناك للحساسية أنواع، ما هي؟ نعم، طبعا الحساسية الأنواع المشهورة المعروفة واللي بنشوفها دايما في الحياة العملية وأكيد الناس بتعاني منها، الحساسية الجلد دي من أكثر الأشياء وأشهرها. نعم. وحساسية الصدر اللي هي بنسميها الرب والأشياء هذه، الأزمة، والأزمة، نعم، الأزمة الصدرية. وبعد كده حساسية الطعام، ودي اللي هي بتسبب يعني أشياء زي ما حكينا إنه إما طفح في الجلد، وممكن أيضا تسبب مشاكل في التنفس، ولكن أيضا يزيد على كده إنها ممكن تسبب مشاكل بالجهاز الهضمي، بمعنى آلام بالبطن، ترجيع، إسهال، انتفاخات. نعم. بالضبط هكذا. نعم. يعني نعم. أيضا هناك حساسية الجيوب الأنفية، حساسية الأنف والجيوب الأنفية وحساسية العيون كمان. كل هذه طبعا أنواع من الحساسية. نعم. وبالذات المشهور منها كما نعلم اللي هو بيكون كمان حساسية موسمية كمان. بالضبط. الشيء المشهور يعني في فترات الربيع والخريف. أيوة بالضبط. يعني بالضبط. اختلافات المواسم. نعم. أيوة بالضبط. نعم. 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 طيب دكتور، يعني لاحظنا في الآونة الأخيرة انتشرت الحساسية بكل أنواعها التي ذكرتها. نعم. نعم. بشكل كبير جدا يعني عند الناس، ما هو السبب؟ نعم، هو يعني سبب ارتفاع نسبة الحساسية وخاصة الأزمة الصدرية اللي هي الرب، تغيرات كثيرة حصلت في الجو طبعا مع التطور الصناعي والسيارات وهذه الأشياء اللي تملأ الهواء، يعني صناعات عديدة وأتربة عديدة ومخلفات عديدة موجودة، ده شيء يعني من الأسباب الرئيسية أو الأساسية. يعني كذلك الأطعمة دلوقتي في كثير أنواع من الأطعمة اللي هي بنسميها البروسيسد فود، يعني الأطعمة اللي هي المصنعة. بالضبط. اللي هي يعني مضاف إليها الكيماويات والإضافات الكثيرة من من الملونات وغيرها. بالضبط. يعني من المواد الحافظة والأشياء اللي هي ليها تعطي طعم يعني للأطعمة هذه. نعم. أو الفليفرز، يعني اللي هي الأشياء اللي تدي لها نوع من المذاق يعني. فأشياء نعم اللي هي الأشياء ذات الحاجات اللي بتعطي ألوان للأطعمة، تعطي مذاق معين للأطعمة، تعطي أحيانا روائح كمان للأطعمة وهكذا. نعم، يعني حتى الحلويات المصنعة للأطفال أعتقد أنها مضاف إليها الكثير من المواد الحافظة والملونة بالتحديد يعني. نعم نعم طبعا، هذه في كل الصناعات الآن موجودة، والصناعات الغذائية مليئة بهذه الأشياء. طيب طبعا. نعم. دكتور، نقف عند هذا الموضوع لأنه هام جدا اليوم. يعني يعرف الإنسان وتعرف صحته بماذا يأكل. نعم. يعني وقفت عند الأطعمة، هذه الأطعمة كيف هي تؤثر على اليوم على الجهاز الهضمي وعلى صحة الإنسان، وخصوصا أن أصبحت أو أصبح نمط حياتنا وإيقاع حياتنا سريع جدا، ليس لدينا وقت لأن نطبخ الطعام الصحي كما اعتاد آباؤنا. نعم. وأجدادنا يعني للأسف، ومع تطور وتقدم الحياة أصبح هناك التيك أواي فود والأكلات الجاهزة وغيرها والمعلبات. إلى أي مدى حقيقة تؤثر بشكل عام يعني بشكل خاص بالتأكيد على صحة الإنسان؟ أيوة، أنا زي ما ذكرنا كل الأبحاث بينت أنه في بالتأكيد زيادة في نسب الحساسية. لو تكلمنا بالنسبة للطعام بالتأكيد أصبحت نسب أعلى حاليا بسبب هذه الأشياء. وإذا رجعنا وتكلمنا تاني عن موضوع الصحة الغذائية أو الطعام الصحي، دائما دائما النصيحة المعروفة أنه كل ما كانت الأطعمة طازجة وكل ما كان
نقلل كميات الإضافات اللي فيها والألوان والأشياء اللي تعطي مذاق و و و هذه كل الأشياء تقلل نسبة حدوث الحساسية. طبعا عشان برضو نبقى في دقة في الحديث، إنه هذا لا يمنع تماما الحساسية، لأنه في ناس عندهم حساسية مثلا للألبان، في ناس عندهم حساسية للبيض، عندهم حساسية للأسماك، عندهم حساسية حتى للقمح الفواكه أحيانا، الفواكه كثير طبعا، وعديد من الأشياء، يعني قائمة يعني طويلة جدا، وهذا يكون بشكل طبيعي. إنما احنا بنتكلم الآن على إنه على زيادة نسبة حدوث الحساسية فعلا هذه الإضافات وهذه الحوافز، المواد الحافظة والملونة واللي هي بتعطي مذاق وروائح للأطعمة، زادت من نسب الحساسية بالتأكيد. طيب عودة إلى حساسية الأطفال بالتحديد، نأخذ جزئية جزئية، نبدأها مع حساسية الربو والأزمة التي أيضا انتشرت حتى وهم رضع الأطفال، يعني يصابون مباشرة بهذه الصدمة، صدمة الحساسية أو الأزمة. ما هو سببها وكيف ممكن يعالج هذا الطفل الرضيع الوليد بهذه الأزمة التي قد تستمر معه إلى سنين عديدة؟ لو بنتكلم تحديدا على موضوع الرب أو الضيق التنفس عند الأطفال، وبنتكلم على الرضع وفي الأطفال في السنة الأولى من عمرهم، هم بيحصل لهم نوع من ضيق التنفس ونوع من الأزمة الصدرية، ولكنها يعني في التعريف الطبي شيء مختلف عن اللي بيحصل للأطفال اللي هم فوق سنة أو سنتين يعني. بالضبط. وإن كانت الأعراض هي بالضبط شبيهة جدا، إلا أنه تشخيصها ما هواش الحساسية اللي هي أو الربو أو النزلة أو يعني حساسية الصدر اللي احنا بنتكلم عنها عند الأطفال تحديدا اللي هم سنتين فما فوق. الأطفال اللي هم الرضع وفي السنة الأولى من عمرهم يجي لهم هذا الشيء من ضيق التنفس، ويكون عندهم هذا الصفير يعني كما يسمونه في بلادنا العربية مع التنفس. هذا بيحصل ده غالبا نتيجة التهابات والتهابات فيروسية. والشيء الآخر وهو جدير بالذكر لأن هذا من الممارسة العملية مهم جدا جدا، هؤلاء الأطفال يجي لهم هذا الشيء كمان في الأسر اللي يكون أحد الآباء مدخن أو بيدخن في البيت، فيجعل هذا الطفل عنده يعني قابلية عالية جدا لموضوع ضيق التنفس والكحة والصفير، اللي هو حتى يكون مسموع بشكل واضح جدا في أثناء النهار حتى وأثناء الضجيج يعني، أو في الليل وهو نايم لما يكون الجو هادئ نسمع صوت صفير خفيف كده. ده يعني نصيحة للآباء، ابتعدوا عن التدخين ولا تقتربوا من التدخين، وزي دائما نوصي الآباء حتى الأب أو الأم اللي بتدخن اللي هي مصرة يعني أو مصرة على التدخين وهي حامل أحيانا، وهي حامل أو الطفل الصغير هذا أو أي طفل في البيت طبعا أو أي أحد، هي طبعا مضرة على كل الناس بس بالذات لما يكون طفل صغير زي كده بيكون هو أكثر طبعا عرضة ويكون أثره عليه أكثر من الكبير يعني. فحتى اللي هو اللي لسه ما نسميه يعني إدمان أو مصر أو مش قادر يتخلص من هذه العادة السيئة، يبقى بننصحه أنه يخرج يدخن خارج الشقة أو البيت أو المنزل يعني خارج برا في الشارع، وحتى نقول له لما الجاكت اللي انت بتلبسه وانت برا اتركه على باب البيت، ما تدخلش بيه داخل البيت لأنه ده بيصير سيلوث البيئة بيأثر على الطفل الصغير. الشيء الآخر اللي يذكر كمان أنه الطفل اللي يجيله هذه الالتهابات الصدرية بشكل متكرر، هذا الأبحاث بينت أنه على المدى البعيد قد يؤثر على وظائف الرئتين عنده. يعني عملوا في أبحاث رصدت وظائف الرئتين عند الأطفال مثلا عند سن 6 سنوات أو 10 سنوات، وبصوا على الأطفال اللي كان بيجي لهم هذه الأنواع من الأزمة. ولو كانت حتى يعني نقول إنها ما بين خفيفة إلى متوسطة، ولكن إذا كانت متكررة على المدى الطويل لاحظنا إنه
وظائف الرئتين عند هؤلاء الأطفال بتكون أقل كفاءة من الطفل اللي لم يصب بهذه الأزمات أثناء الفترة الأولى من حياته. وأعيد تاني التوصية اللي هي بشكل عملي، ممنوع التدخين بالبيوت وممنوع اصطحاب الأطفال في الأماكن المغلقة، واللي ما زال في بلادنا للأسف الشديد في المطاعم وفي المقاهي والأطفال يكونوا جالسين والمكان مليء بالدخان، وهذا خطر شديد يعني. صحيح. بالتأكيد يعني مش عايزة يعني هذه خصوصا المواليد والرضع يعني للأسف طبعاً يتم اصطحابهم في هذه الأماكن طبعاً التي ذكرتها للأسف يعني. الشديد سواء في الأماكن العامة، في المقاهي، في الكافيهات، في الـ في الـ في المناسبات، أماكن التسويق، حتى في المواصلات العامة الآن يعني الناس بتحاول، ولكن للأسف ما زال في بلادنا الأشياء دي موجودة. كما نعلم أنه في هذه البلاد ممنوع منعا باتا أن أي واحد يدخن في مكان عام. صحيح. سواء مقهى، سواء مطعم، سواء سينما، سواء داخل قطار، أتوبيس، ممنوع منعا باتا. صحيح. بمستشفى يعني ممنوع على الإطلاق. نعم. بالتأكيد. طيب دكتور، يعني اليوم هذه الأزمة هل يعني كما ذكرت تؤثر على الطفل الرضيع على المدى البعيد إذا زادت المؤثرات الخارجية بشكل كما ذكرتها بشكل مكثف لدرجة أنها تؤثر على الرئتين في دراسة كما ذكرتها أيضا، هل هناك علاج فعلا بعد أن يعرف السبب؟ ولكن قبل العلاج نريد أن نعرف كيف تتم آلية التشخيص أو التشخيص الدقيق. أيوة، بالنسبة للموضوع الحساسية الصدر تحديدا. نعم. أو الأزمة الصدرية كما نسميها أو الربو، هذه الأسماء اللي هي شائعة في بلادنا. التشخيص بيكون بالدرجة الأولى تشخيص إكلينيكي، بمعنى بالملاحظات الإكلينيكية، بمعنى أنه الطفل اللي هو بالتحديد عمره أكتر من سنة ويجي له متكرر موضوع الكحة مع ضيق التنفس هذا مع الصفير هذا اللي بنحكي عنه، ويحصل بشكل متكرر يعني مرتين أو ثلاث مرات. أيوة. يبقى هذا الطفل من ساعتها بنقول إن هو هذا الطفل عنده حساسية. ممكن الطفل يجي له مرة أو مرتين لما يكون عنده مثلا التهاب فيروسي، زي يكون عنده برد يعني أو شيء من هذا القبيل. أحيانا يجي له معاه كحة ويجي معاه برضو شيء من ضيق النفس خفيف، ولكنه بتحسن بعدها. إذا تكرر الأمر يعني أكثر من مرتين، ففي هذه الحالة بيبقى بنقول هذا الطفل عنده حساسية. وإضافة إلى هذا، ربما الكثير يعلم على علاج الحساسية هي البخاخة اللي بنسميها بتاعة الربو وبتاعة حساسية الصدر. هؤلاء الأطفال بيستجيبوا لهذا العلاج، فمعناها أنه بيحصل له هذا ضيق النفس ويحصل له هذا الصفير ويستجيب للعلاج اللي هو موسع الشعب هذا. فدي التشخيص الإكلينيكي لموضوع الحساسية. طيب احنا نقف عند التشخيص لنتحدث بإسهاب أكثر، ولكن اسمح لي دكتور خورشيد بعد الفاصل مشاهدينا الكرام سنتابع موضوع الحساسية عند الأطفال أو أمراض الحساسية عند الأطفال أسبابها وعلاجها مع الدكتور خورشيد خليفة محاضر واستشاري طب أطفال في إحدى جامعات لندن. كونوا معنا بعد هذا الفاصل الأول.
الحمد لله أولا وآخرا أنني عندما أتطلع إلى الخلف أشعر بالرضا عن هذه المسيرة. أدعو الشباب وعي ما سبق والتفكر في ما هو قائم والنظر للمستقبل بروح جديدة، لأن الإسلام بطبيعته متجدد، والإسلام بطبيعته يعطي كل جيل من الأجيال خطاب ولغة مفهومة لديه وفقا للأسس والمبادئ العامة للإسلام. مراجعات مع الدكتور عبد اللطيف عربيات رئيس البرلمان الأردني السابق، الحلقة 7 والأخيرة تأتيكم في الأوقات التالية. الكرام، الساعة الأولى من البرنامج، وما زلنا نناقش موضوع أمراض الحساسية عند الأطفال، أسبابها وعلاجها، مع الدكتور خورشيد خليفة، وهو محاضر واستشاري طب أطفال في إحدى مستشفيات جامعة لندن. نحييكم ونستقبل اتصالاتكم على الأرقام المتواجدة على الشاشة. أهلا بك دكتور. توقفنا عند طبعا الأزمة التي تصيب الأطفال الحساسية، ذكرنا كيفية التشخيص كلينيكيا كما ذكرت واستخدام هذه البخاخات، هل هي تؤثر على المدى البعيد على الصدر؟ يعني بعض المقولات الشائعة لأنها تحتوي على مادة الكورتيزون. نعم كويس، هذا سؤال صراحة مهم جدا، شكرا. نقطتين هامتين جدا في هذا الأمر. أنا طبعا مش هدخل في تفاصيل العلاج اللي هي خاصة ب يعني التفاصيل الطبية الدقيقة، يعني اللي هي اختصاص الأطباء، ولكن أكثر أركز على العلاج واللي مفروض الآباء وأي أسرة عندهم مشكلة الحساسية دي يكونوا فاهمينها كويس. الطفل اللي عنده أو بنشخصه أن يكون عنده أزمة الصدر هذا أو الربو، لابد أن هو يكون عنده متابعة، ومتابعة دقيقة ومتكررة مع أحد الأطباء المتخصصين في هذا الأمر. أنا ذكرت نقطة أولى وقلت أنه تكرار حدوث هذه الأزمات الصدرية اللي هي الحساسية هذه وضيق التنفس، وهذا بيؤثر على وظائف الرئتين على المدى البعيد، فدي نقطة هامة جدا. نيجي لنقطة الكورتيزون اللي ذكرتيها، وهي فعلا وده برضو يعني الكورتيزون ده يعني شائع في بلدنا، يعني صاحب السمعة السيئة، يعني كأنه يعني وهو المصاحب للأسف لأغلبية الناس بالضبط. وكأنه العلاج الوحيد أيوة. اليوم ولكن شائع بين الناس، لا الكورتيزون ده خطير وكذا، ويعني وإن كان له أعراض جانبية نعم، ولكن في هذه الحالة وإحنا بنتكلم عنها تحديدا له أهمية كبيرة جدا، وأهميته وفائدته تفوق بمراحل كثيرة جدا إذا كان له أي يعني أعراض جانبية. فتحديدا في موضوع الأزمة الصدرية يعني ما تقلقوا أبدا من استخدام بخاخ اللي هو الكورتيزون لفترة طويلة. الطفل اللي بنشخصه إنه هو عنده حساسية وعنده تكرار الأزمة الصدرية هذه، لابد وحتما أنه هو يكون يستخدم البخاخ الكورتيزون هذا كنوع من الوقاية ضد حدوث هذه الأزمات وتكرارها. والوقاية في هذه الحالة تأتي بثلاث نتائج، إما أنها يعني إن شاء الله تمنع حدوث الحساسية تماما، وإما أنها تقلل تكرار الحدوث. يعني مثلا بدل ما الطفل بيجي له هذه الأزمات 6 إلى 10 مرات بالسنة مثلا، بمعدل كل شهر إلى شهرين مرة، لا ممكن يجي له 3 مرات بالسنة. نعم. طبعا في هناك فرق. وكذلك بدل ما يجي له هذه الأزمة بشكل شديد وعنيف، ممكن تجي له بشكل مخفف. فيعني برضو نصيحة عشان يبقى الكلام واضح، ونصيحة للآباء لأنه عليهم دور كبير جدا. أحيانا بعض الآباء يخافوا من كلمة كورتيزون، فما تخافوا أبدا من موضوع الكورتيزون،
بالنسبة للأطفال اللي عندهم حساسية الصدر هو ضرورة بالنسبة لهم. إلى فترة مع المتابعة طبعا، والطبيب عند مرحلة معينة بيقرر أنه هو يقلله أو يوقفه عند فترة معينة. طيب دكتور، احنا نقف عند هذه النقطة، راح نتحدث ايضا اذا كان هناك بدائل، ولكن ناخذ اتصال من السعودية من عيسى. تفضل، اهلا وسهلا بك. مرحبا. مرحبتين، اهلين. في الحقيقة تمنيت في نقطة مهمة وتمنى الدكتور يتكلم عنها بإسهاب. الحقيقة بالنسبة للحساسية الجلدية رح نتحدث عن هذا الموضوع، احنا لدينا ساعتين اخ عيسى، وفعلا هو راح يكون موضوع الفقرة القادمة ان شاء الله، ولكن في بامكانك انك تسال الدكتور خورشيد. تفضل تفضل، خليه يسال. تفضل. شكرا جزيلا. بالنسبة لي يعني من تجربة شخصية، بالنسبة للشاور الصباحي يعني لما يكون بمية باردة، يعني انا حسيت انه يعني تلاشت الحساسية الجلدية، فهل لها علاقة؟ وإذا صحيح فهل فكيف يعني نتقي شر يعني بعض الآلام العضلية من الشاور البارد خصوصا في أيام الاعتدال؟ وشكرا جزيلا. شكرا لك أخ عيسى. طبعا عيسى بيسأل، الماء البارد غسل الجسم أو الوجه أو الأماكن اللي بيها حساسية بالماء البارد له تأثير كبير جدا في علاج أو التخفيف من حدة الحساسية أو الطفح الجلدي فنسميه ما نسميه، يعني لا أدري مدى صحة هذا الأمر. نعم، هذا الأمر طبعا فيه شيء كبير أو جزء كبير من الصحة، هو فعلا صحيح. نعم. ولكن أخ عيسى، أيوة أخ عيسى، يعني الماء سواء البارد أو الحار هو بحد ذاته، وده بيعتمد على كل واحد يكون مختلف عن التاني. أيوة. بعض الناس الماء البارد ربما يثير عندهم التهابات جلدية، وبعض الناس الماء السخن يثير عندهم التهابات جلدية اللي بنسميها الارتكاريا. أيوة. فكلامك صحيح يا أخي، ولكن هذا بيختلف من مريض لمريض، من شخص لشخص، فما نقدرش نعممه على كل الناس. صحيح، يعتمد على تقبل الجسم والجلد، وأحيانا بيكون بنضطر ننصح المريض أن يقوم بهذا العمل على سبيل التجربة، ونقول له أنه عندك أنت تعمل كذا احتمال كبير أنه هو حيساعد، بس في برضو احتمال أنه ما يساعد. أوكي. نعم. واضح، يعني ممكن يخفف دكتور في حالة إذا استجاب الجسم، بعض الأشخاص بيستجيب عندهم. بالضبط. بالضبط. نعم، شيء جميل. طيب دكتور، عودة إلى الكورتيزون، نصحت بأن هذا الكورتيزون لا خوف منه وإن كان لديه هناك عوارض جانبية بسيطة، هل هناك بدائل دكتور لغير الكورتيزون؟ وخصوصا أنا شاهدت يعني بملاحظاتي أن هناك أطفال بدأت معهم الأزمة منذ الولادة. نعم. حتى في أعمار المراهقة. نعم نعم نعم، صحيح. في مجموعة من الأطفال بيكون عندهم تكرار هذا ضيق التنفس حتى في الشهور الأولى من عمرهم، وأنا زي ما ذكرت أنه يعني التشخيص اللي هو المعتاد المتعارف عليه بالنسبة لموضوع حساسية الصدر، التشخيص الشائع المتعارف عليه دوليا يعني وفي كل المحافل الطبية، أنه الطفل اللي بيحصل عنده تكرار في ضيق التنفس وبيكون غالبا عمره أكثر من سنة، ومع هذا بيكون في بعض الأطفال، نسبة من الأطفال اللي بيحصل عندهم تكرار في ضيق التنفس في السنة الأولى من عمرهم، بنضطر أن احنا نخبر الآباء ونقول لهم أنه هو فعلا ده غالبا دي حساسية، وفعلا بنبدأ معهم علاج الحساسية من ابتداء من 6 أشهر. يعني في عدد من الأطفال أو نسبة بنبدأ معهم هذا العلاج من 6 أشهر. أرجع تاني لموضوع الكورتيزون لأهميته، وموضوع حساسية الصدر ده موضوع خطير جدا وهام جدا، خطير جدا لأنه خطير لأنه إذا جاء بشكل مفاجئ بشكل قوي، يعني يكون حساسية في الصدر شديدة، دي ممكن تؤدي إلى الوفاة. وإحنا بيجي لنا أطفال يوصلوا المستشفى لقسم الطوارئ
وما بنستطيع انقاذهم. هدول بيكون عندهم حساسيه وحاجه من الاثنين، يا اما ان هو يعني لم يشخص من قبل، واما ان هو اتشخص من قبل وعنده العلاج ولكن لا يستخدم العلاج، اهمل العلاج. اما الطفل، وطبعا اطفال ما لهمش المسؤوليه الاولى، المسؤوليه الاولى على الاباء، والطفل يعني مش عايز ياخد العلاج والاباء يهملوا في اعطاء العلاج، والولد متضايق او الوقت مش كافي وكل مره الولد دي. ولكن انا بؤكد على اهميه هذا لانه في خطوره على حياه الطفل، فاذا يعني اذا جاء الامر بشكل مفاجئ ممكن يؤدي الى الوفاه. الشيء الاخر انه اللي انا ذكرته وبعيده تاني، حتى لو الطفل بيجي له الازمات بشكل اللي هو ما بين خفيف الى متوسط، ايوه احنا قلنا انه فيما بعد ده يؤثر على وظائف الرئتين عنده. وهذا الطفل لو جينا نقارنه بطفل اخر في مثلا الالعاب الرياضيه، في الجري، في الاشياء هذه، هيكون بالتاكيد اقل كفاءه من الطفل الثاني. فطبعا يعني هذه مسؤوليه، يعني مسؤوليه الاباء امام الله. وبعدين يعني الطفل يعني الابن او الابنه، صحيح. طبعا لابد الانسان يهتم بالتأكيد. بشكل كبير. فنرجع ثاني وناكد انه الكورتيزون اللي هو البخاخ الكورتيزون بثلاث اشياء تتذكروها. نمرة واحد هو مهم جدا عشان يمنع أو يسيطر على موضوع الحساسية. نمرة اثنين إنه يكون بيتاخد بالجرعة المناسبة للطفل. فالإنسان ياخد النصيحة أو الاستشارة من طبيب متخصص في هذا المجال وبيكتب له الجرعة المناسبة لكل طفل، لأن كل طفل بيختلف العمر والوزن والأشياء هذه. والأطفال طبعا بيختلفوا عن الكبار لأنه كل طفل بيختلف. فهذه نقطة مهمة. النقطة الثالثة إنه زي ما حكيت إنه استمرار الطفل على الكورتيزون، البخاخ الكورتيزون، لمدة سنة أو اثنين أو ثلاثة ما في منها مشكلة إطلاقا، بل بالعكس الفوائد منها أكثر بكثير بكثير من أي أعراض جانبية طالما التزمنا بالجرعة المطلوبة. ممتاز. طيب دكتور، في أيضا سؤال دائما يتكرر من الأهالي، أن الآن إحنا داخلين على فترة الشتاء والبرد، هل الفلو أو البرد التي يصيب بها الأطفال، معظم الأطفال في المدارس يعني بشكل عام يعني بشكل عادي أصبح تسبب الأزمة، أم أن هذه التكرار الإصابة بالإنفلونزا والبرد ونزلات البرد يعني يخفف؟ ولكن أسمع الجواب بعد أن نأخذ هذا الاتصال. فضل. من مصر صبري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. لو سمحتي، أنا عندي حساسية من أكثر من 35 سنة. أيوة. هي مشكلتي كلها. أيوة. السلام عليكم. بس هذا هو عندك مشكلة حساسية أكثر من 35 سنة، نوع الحساسية اللي عندك يا صبري؟ هي مشكلتي كلها في الحساسية لما بيجيني برد. البرد بيخلص يقعد يومين ثلاثة أربعة، وبعد كده موضوع الحساسية صدري ما بقدرش أتنفس. حساسية الصدر. طيب يا صبري رح تسمع الجواب إن شاء الله من الدكتور. طيب ناخذ اتصال آخر. عيد من الجزائر، اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بك عيد، تفضل سؤالك. بالنسبه لي انا عندي 50 سنه في عمري، نتعاطى السيريتيد البخاخه المدوره هذه. نعم. 500. وفي الحقيقه هذه اسمها الطبيب يقول لي استعملها حوالي مرتين في اليوم، وانا تساعدني مره واحده في اليوم. ونسأل الطبيب ما علاقة الرئة بهذه الأدوية بالقلب والضغط، والضغط الحق بالي بكمية خفيفة هكذا. وكاينة قضية حبيت ننبه لها، أنه العالم العربي ما كانش صرامة في مراقبة الأغذية بالنسبة للأطفال، مثلا المثلجات واسم الثقافة الصحية عند الدول العربية ما هيش موجودة، وبالتالي الصحة راح تعاني ولا الأطباء راح يعانيوا، لأنه الثقافة الصحية لازم الردع للمحلات، ولا بد من مراقبة لكي يتخفف الضغط. النقطة الثالثة،
العالم العربي كي يلقى التأمين بدون نقود يستخدموا أدوية وإفراط في الأدوية حتى بدون وصفة. وبارك الله فيكم والسلام عليكم. بارك الله فيك، شكرا. أنت يعني اختصرت كل الموضوع في العالم العربي. طيب شكرا لك عيد من الجزائر، راح نجيب عليك، لكن نأخذ إجابة صبري من مصر. لديه حساسية أكثر من 35 سنة، تأتي بشدة في فترة الشتاء. طبعا هو يسأل إذا كان هناك أي حلول أو علاجات. بالتأكيد هو يستخدم علاجات. بالنسبة للأخ صبري، واضح أن عندك يعني حساسية مزمنة مدة طويلة، فأنت بالنسبة لك بيعتمد على ما يعني تكرار الأزمات اللي بيجي لك، أو ضيق التنفس بيجي لك يعني تكراره قد إيه. وإذا كان الأمر طبعا واضح أنه هو متكرر، فأنا أعيد النصيحة اللي أنا قلتها من قبل، لازم أنت تكون بتاخد علاج اللي هو بنسميه وقاية أو منع حدوث الأزمات. والعلاج هذا ذكرنا منه وتكلمنا بشكل يعني أكتر شوية على موضوع بخاخة الكورتيزون. بخاخة الكورتيزون هذه واحدة من العلاجات، وواحدة مهمة جدا، يعني شيء من الأشياء الهامة جدا. فأنت يا أخي صبري لابد أنك أنت تكون بتاخد بخاخة الكورتيزون الجرعة المناسبة لك، واللي بيوصفها لك طبعا أحد الزملاء الأطباء المتخصصين في علاج أمراض حساسية الصدر. الشيء الآخر أنه نضيفه، في علاجات أخرى بتضاف، مش كل الناس بيستجيبوا أو بيحصل سيطرة كاملة على تكرار حساسية الصدر باستخدام بخاخ الكورتيزون. في ناس بيحتاجوا إلى علاجات أخرى، مثلا دكتور يعني في علاجات أخرى مشهور بالسوق، حاجة اسمها سينجولير أو مونتي لوكاست. هذا يعني من الأدوية أو العلاجات، هو يأتي في صورة حبوب وبيتاخد كل يوم زي جرعة واحدة كل يوم، وهذا من الأشياء اللي نستخدمها بشكل كبير تساعد مع بخاخ الكورتيزون. يعني احنا بنبدأ الأول ببخاخ الكورتيزون، وفي مراحل لعلاج الحساسية. اللي هي احنا بنتكلم على مراحل العلاج الحساسية للمرضى اللي هو عندهم حساسية مزمنة، اللي هو هيستمر على العلاج طبعا هكذا. ده غير علاج الأزمات اللي هي بتيجي بشكل مفاجئ وضيق مفاجئ في النفس اللي هو بيحتاج يتعالج في المستشفى، ده موضوع تاني. فزي مثال الأخ صبري، فموضوع الكورتيزون يا أخي صبري والبخاخ الكورتيزون بالجرعة المناسبة، وتواظب عليه ما تقطعوش. يعني اللي بيحصل واللي احنا بنشوفه كلنا، يعني انت حتى لو انت بتعمل كده انت مش غريب، في نسبة كبيرة من الناس بنشوفها حتى هنا في الدول الغربية هكذا. يعني ياخد العلاج وبعد أسبوعين ثلاثة يجد نفسه مرتاح وكويس وكذا ويترك، خلاص انا يعني يبطل. بعد أسبوعين ثلاثة يجد أنه يجيله الأزمة. زي ما تفضلت وذكرت أنك أنت من النوع اللي بيجيله الحساسية بتبقى يعني بتبقى تحدث بنتيجة حدوث التهابات، إما فترة الشتاء يعني بالذات مع البرد والإنفلونزا بتزيد. في كتير من الناس أي التهابات بشكل عام بتعمل يعني بتؤدي إلى موضوع الحساسية، انتكاسة، يعني تحصل انتكاسة في الأزمة. بالضبط، يحصل انتكاسة وهكذا. في نوع من آخر من الناس بيكون عندهم حساسية اللي هي بتحصل نتيجة يعني حساسية الأشياء أخرى في الجو. وعلى سبيل المثال الشيء المشهور أنه هو بالنسبة لحبوب اللقاح والأشياء هي بتيجي في فترة الربيع والصيف والأشياء. طيب هذه دكتور، بس حبيت أستوقفك، يعني 35 سنة يعني فترة طويلة بالنسبة لصبري، يعني ولم تزال هذه الحالة. هل راح يستمر على هذه هذا الوضع؟ أنا بالنسبة للأخ صبري يحتاج إنه يتعمل له تقييم صحيح وشامل لموضوع الحساسية عنده. بالضبط. فكما ذكرت إنه هو حيكون محتاج ياخد البخاخ الكورتيزون، محتاج ياخد هذا الدواء الثاني اسمه السنجولير. هل هو متوفر في مصر؟ متوفر، موجود في بلادنا العربية كلها. أنا شفته موجود.
الشيء الآخر يا أخ صبري، بعض المرضى اللي بيكون عندهم حساسية لفترة طويلة هكذا، وبيكون في صعوبة على السيطرة، في صعوبة في السيطرة على الحساسية عندهم وعلى تكرارها، بنضطر نديلهم الكورتيزون اللي هو حبوب الكورتيزون. بيضطر نخليه ياخد كورتيزون بشكل دائم أو مستمر، جرعة بنبدأ بجرعة يعني متوسطة، وبعدين يمشي على جرعة صغيرة إلى يعني يستمر عليها فترات طويلة جدا. يعني قد يستغرب البعض، لا هذا بيحدث وبيكون ممكن يستمر سنوات عليها جرعة صغيرة بحيث ان هي تمنع تكرار، تسيطر على على الموضوع. طيب دكتور، فهو بيعتمد على درجة الحساسية وبرضو درجة الانتكاسة. طيب احنا راح نعود ولكن نشارك ايضا من المغرب. رشيد تفضل. تفضل يا رشيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. عندي طفل عنده 3 سنوات ونص. أيوة. بيسأل كثير. لديه سؤال. إسهال. سؤال. عفوا سؤال، تفضل. نعم. سؤال. تفضل سؤالك. مش الطبيب قال لي راه عنده حساسية الصدر. حساسية الصدر، نعم. أوي. نعم. طيب تحب تسأله دكتور، عنده ابنه 3 سنوات ونصف حساسية الصدر، هل في سؤال معين له؟ سؤال معين هو استشارة طبعًا. استشارة. نعم يا أخي، يعني كم تتكرر، يعني كل فترة قديش كم تتكرر؟ تكررت معه في المرة الأولى كان عنده سؤال، دينا الطبيب حسبنا نزلت برد. عفوا أخي لم يعني مش واضح سؤالك، الدكتور بيسألك كم مرة بتتكرر هذه السنة في السنة تقريباً. في العام؟ لا المرة الأولى. المرة الأولى هذه المرة الأولى. هذه أول مرة. أول مرة. متى حدثت يا أخي؟ هذه شهر ونصف تقريبا. شهر ونصف. يعني شهر حديثا ونصف. يعني. نعم. حديثا. هل احتاج يروح المستشفى أخي؟ ديته المستشفى. خرجوا له الدواء الحساسية. هل احتاج يدخل المستشفى؟ لا غير اختلال الدواء. هل احتاج ينوبوه بالمستشفى؟ لا. طيب يعني راح المستشفى ادوا له علاج واستجاب للعلاج. استجاب للعلاج. طيب كويس. طيب يعني وهذه أول مرة، يعني أكرر أنت حضرتك قلت إن دي أول مرة. هذه أول مرة قالوا لي إلا رجعت لي هذه الحساسية خصو يستعمل الرابوز، إلا تكررت لي نعاود نرجعوا لهم باش يشوفوا ربما يعطوا علاج أكثر. طيب يا أخي الكريم، هو هذه أول مرة وراح شافوا الطبيب وما كانش عنده حساسية بشكل يعني عنيف، من مش ما كانتش يعني الأزمة يعني شديدة ان هو يحتاج دخول المستشفى ويحتاج علاجات يعني بالمستشفى اللي هي يعني شديده ومحتاجش اكسجين ولا هذه الاشياء. لا يحتاج اكسجين، داروا له الاكسجين، ده الاكسجين المره الاولى. عملوا له الاكسجين. احتاج اكسجين؟ نعم. نعم. في المستشفى عملوا له الاكسجين. يا عملوا له الاكسجين مره واحده. لا بس يا اخي انت قلت انه ما جلس بالمستشفى. لا ما جلس بالمستشفى، بس ساعتين وخرجنا. لا خلاص، يبقى هذا نعم انا فهمت قصدك. نعم هو ادوا له هذا اللي بيسموه المبخره. طيب. التبخيره أو نعم. بالماسك اللي هو وضع. بالماسك بالضبط. نعم. يسموها التبخيره عشان. طيب. نفرق ما بينها وبين البخاخ. طيب دكتور تفضل. قبل ما نجاوب رشيد، شكرا لاتصالك، ان شاء الله راح يجاوبك الدكتور، ولكن نعم. صبري عاد الينا من مصر اعتقد. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا صبري. صبري تاني من مصر يا فندم، معلش انا كنت هقول بس انا المشكله الحساسيه عندي في لما بيجيني درد بيجيني الحساسيه، تمام؟ فبقعد بقعد اسبوع اسبوعين ثلاثه. فدلوقتي انا صدري تعبني وعايز اخد المصل بتاع الانفلونزا، فهو ده اللي تعبني دلوقتي. بس بالنسبه في دواء انا باخده اسمه كدرون، دي برشامه 3 أجزاء، هو ده اللي انا ماشي عليه. ودواء كحه لما يكون عندي كحه. طيب واضح دكتور؟ بس بياخد البخاخ بتاعت الكورتيزون. دكتور بيسألك، فيك تسأله دكتور، بتاخد البخاخات الكورتيزون؟
للأسف فقدنا الاتصال. طيب مش مشكلة، في اتصال آخر. طيب تفضل. طيب دكتور، في اتصال آخر أيضا، عمران من الجزائر، تفضل يا عمران. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير دكتور. أهلا يا أخي، أهلا، تفضل. بالنسبة لتصفيف العيون، العيون من فضلك تعطينا الأسباب والعلاج. يعني في بعض الأحيان عندما أكون في قاعة مغلقة مثل قاعة شاي، أو أنا بالمناسبة لا أدخن ولكن التدخين يؤثر علي، أو مثلا في سفر مثلا عندما أشم رائحة كريهة نوعا ما تحمر العينات فيها الحكة مع الدموع. طيب واضح دكتور، من دواء وبعض النصائح وشكرا. أيوة عمران واضح جدا. تحب تسأله يعني عمران؟ لحظة يا أخو عمران، بس أنت قلت أن يحصل لك حساسية بالعيون وبتبقى يحصل لها يعني زي انتكاسة أو تظهر بأنك تشم روائح، هذا ما قلت يا أخي؟ أبلغ من العمر 57 سنة. أوكي، يعني هل الحساسية تكثر لديك عندما تشم روائح التدخين؟ معناتها روائح كريهة والتدخين. نعم. فيه احمرار وحكة وفي بعض الأحيان دموع هكذا. نعم. حتى يكون فيه ضعف. نجاوبك إن شاء الله. طيب لكن إحنا دكتور شكرا لك رشي. نعم. عمران من الجزائر راح نجاوب دكتور، لكن بعد ما نأخذ فاصل. نهاية الساعة الأولى من البرنامج مع الدكتور خورشيد خليفة محاضر واستشاري طب كيف الصحة، مستمر معكم وأيضا مستمر مع التواصل مع كل مشاهدينا بأسئلتهم للدكتور خورشيد خليفة، وهو محاضر واستشاري طب أطفال في إحدى مستشفيات جامعة لندن. وموضوعنا لحلقة هذا اليوم الحساسية عند الأطفال وأضيف عند الكبار أسبابها وعلاجها، معكم في هذه الساعة الثانية مستمرين حتى الخامسة بإذن الله. نحييكم ونحييك دكتور. توقفنا عند أسئلة المشاهدين. طبعا حابب ترد على صبري اللي اتصل مرة أخرى لي استوضح بعض الأمور، تفضل. بالنسبة للأخ صبري، زي ما ذكرنا أن أنت حضرتك عندك طبعا حساسية مزمنة، واضح أنها زي ما تفضلت أنها على مدى 35 عام. أنت ذكرت أنك بتاخد علاج اسمه كيبرون، بس أنت ما قلتليش حضرتك لو أنت بتاخد البخاخ الكورتيزون ولا لا. بخاخ الكورتيزون يكون بالنسبة لك أفيد وأهم. الكيبرون اللي هو موسع الشعب، اللي هو الدواء اللي بنسميه سايوفيلين أو أمينوفيلين، ده بيستخدم كمان كإضافة، ولكن كمانع ومنع التكرار حدوث الأزمات عندك أخ صبري أفضل لك أنك أنت تاخد البخاخ الكورتيزون وتاخد الجرعة المناسبة لك. الشيء المهم كمان أنت ذكرته، أن أنت ذكرت أنك أنت بيجي لك الأزمات بالذات في فترة الشتاء. طبعا ده يحتاج تقييم كويس. إذا كنت أنت بيجي لك فقط فترة الشتاء وبتظل فترة الصيف كلها، يعني على الأقل 4 شهور في الصيف ابتداء من شهر يونيو شهر 6 إلى شهر 10 ما بيجي لكش أي حساسية، وأنا أشك في هذا لأن في شهر 10 بيكون في تلوث بيئة كبير للأسف، يعني ده حد علمي ومعلوماتي وعلى ما بقرأ في الجرائد واسمع في الأخبار، بيكون فيه تلوث من ناس بيقومون بحرق القش اللي هو يسموه في حصاد الرز. نعم. نعم. ويقومون بحرقه ويبقى الجو ملوث بشكل رهيب يعني، وأنا من غير ما أسأل ومن غير ما أستفسر ومن غير ما أتصل بأحد أنا متأكد أن في مرضى بيموتوا بحساسية الصدر في هذه الفترة. يا الله. بالتأكيد أنا من غير ما أسأل. أنا عارف عندي معلومات بس حتى بدون سؤال أنا متأكد أن في ناس بسبب هذا التلوث البيئي الشنيع البشع أكيد في ناس بيجي لهم هذه الحساسية بشكل يعني شديد جدا لدرجة أنه ما يستطيع ينقذوه. المهم وأكيد طبعا كل مرضى لحساسية الصدر في هذه الفترة ربنا يكون في عونهم، يعني بيكون طبعا فترة صعبة جدا. نحن الآن هذا الموسم بتاع شهر أكتوبر الآن، اللي زي حضرتك يا أستاذ صبري
انك انت بيجي لك الحساسيه فتره الشتاء فقط. بعض المرضى هكذا اذا كنا متاكدين من هذا الكلام بنخليك تاخد البخاخ الكورتيزون فتره الشتاء، يعني مثلا 6 شهور في الشتاء. نعم. اللي هو ابتداء من شهر 11 مثلا الى شهر 5، يعني تبدا من 11 الى 5. وزي ما حكيت انه كل مريض يختلف عن الاخر، فهذا بس كلام عام. وطبعا حضرتك لابد يحصل لك انك انت طبيب متخصص يعمل تقييم. بالنسبه لكبرون الدواء الكبرون يستمر. نعم. عليه نعم، الكبرون هذا علاج بنستخدمه، ولكن هو ليس العلاج الافضل كنوع من الوقايه لتكرار حدوث الازمات. يعني لو احنا بنختار العلاج الاول بنروح الاول ل اللي هو البخاخ الكورتيزون، هو يكون افضل لك كوقايه. ممكن يضاف اليه الكبرون وممكن لا يضاف، وممكن تاخد العلاج الاخر اللي ذكرناه اللي حكينا عنه اللي هو اسمه السنجولير او المونتي لوكاست. سنجولير او مونتي لوكاست لو عايز تكتب يعني. فبس طبعا طبعا لازم تراجع طبيب متخصص وتساله بالتحديد عن هذه الاشياء يعني. طب دكتور عفوا، الكبرون الدواء هو مفيد لايش بالضبط؟ للرئه، للشعب الهوائيه؟ هو من العلاجات اللي هي بتعمل توسيع في الشعب الهوائيه، وبنستخدمه برضه كذلك. ممكن بعض المرضى بيحتاجوا يستخدموه بشكل دائم يعني زي ما الاخ صبري بيتكلم الان، ولكن كاضافه مع الكورتيزون مع الكورتيزون البخاخ. نعم. يعني هو لا يحل محل الكورتيزون البخاخ. دي النقطه اللي انا عايز اركز عليها. فيعني دي النقطه بس الاخ صبري. طيب. وامثاله تكون واضحة. نعم نعم, نعم. بالنسبه للاخ رشيد من المغرب. نعم. الذي لديه ابنه 3 سنوات ونصف ولاول مره تاتيه حساسيه الصدر تقريبا لاول مره. نعم. من شهر ونصف اخذ كما ذكر العلاج ويبدو انه تحسن نوعا ما، ولكن يعني يسال عن دواء يحميه يعني من الحساسيه. نعم يا أخ رشيد، كما سمعت من حضرتك أن ابنك عمره 3 سنوات ونصف وهو راح مرة واحدة المستشفى جلس ساعتين ومشى. فهذا على حد كلامك هذه حالة بنسميها يعني حالة خفيفة يعني. يعني هذا يعني جاله الأزمة ولكن بشكل مخفف، وهذه أول مرة. معناها أنه طالما الحمد لله هو عوفي الآن فإحنا نتابعه فقط. يعني ما أنصحك أنه يبدأ اللي هو الكورتيزون البخاخ من الآن، لا، أنت تنتظر تتابعه. إذا تكرر الأمر عنده تاني وبالذات ثالث مرة يبقى لابد أنه هو يبدأ العلاج الوقائي اللي هو يستمر عليه بشكل دائم. إذا جات له الأزمة المرة التانية بشكل شديد، متوسط إلى شديد، ومتوسط إلى شديد معناها أنه هيحتاج يروح المستشفى ويحتاج ياخد أكسجين ويحتاج يبات في المستشفى مثلا ليلة على الأقل، معناها أنه لازم يبدأ علاج اللي هو الكورتيزون الوقائي، البخاخ الوقائي. وزي ما ذكرت من الأشياء الأخطاء الشائعة في كل البلاد بما فيهم حتى البلاد الغربية يعني، مع يعني التوعية الشديدة و أنه الطفل بعد ما بياخد العلاج ويتحسن ويروح البيت ياخد العلاج لمدة أسبوع أو اثنين، والأهل يشوفوا أنه تحسن وبيلعب وبيجري وكذا يكسلوا يعني. يكسلوا إما كسل أو إما برضو ما زال عندهم وسواس من مشاكل الكورتيزون والبخاخ وتجد يتكرر تتكرر الأزمات على الطفل، وهذا طبعا يكون غلط عليه. طيب نعم، يعني تنصح انه يراقبه ويراقب ايضا كل يعني يقيه من كل المسببات. أيوة. الحساسيه كالطعام مثلا، يراقب بما انه 3 سنوات، الهواء وتلوث البيئه ينتبه منها. نعم. كل المعيقات او المسببات للحساسيه. أيوة. او التي تثير تهيج الحساسيه. ونذكره اذا كان من المدخنين يبتعد عن التدخين، واذا كان حد من اهله مدخن يبتعد، واذا كان
لانه واضح ان ابنك عنده يعني قابليه. قابليه نعم. فانك انت لو عرضته بقى واخدته في مطعم او في كافيه او في شوبينج سنتر مقفل نعم. او مكان فممكن يثير عنده نعم. او يعمل تهيج عنده في الصدر. نعم. طيب ايضا عوده الى الذي اتصل الينا الاخ عيد من الجزائر يتحدث عن ان لديه الحساسيه. عيد طبعا نشكره لأنه أعطانا إضافات حقيقية يعني تلامس الواقع اليوم، وهي قضية للأسف عدم المراقبة في الأطعمة، عدم الإفراط في الأدوية، الأخذ الأدوية. يعني يتحدث عن أنه يستعمل البخاخ 500 مل أعتقد ميليغرام مش عارفة مرتين في اليوم، ويستعملها مرة مع طبعا تعقيبه على الأوضاع التي تزيد من هذا التلوث، كان في الأطعمة أو غيرها في الوطن العربي للأسف. نعم. طبعا الأخ عيد يعني أنت ذكرت أشياء اللي احنا تكلمنا عنها في بداية البرنامج. نعم. ويعني تأكيدا لما تفضلت بها أستاذ عيد، أنا طبعا أؤكد على هذا تاني وأنا أتفق معك فيما قلت. وأن احنا طبعا بشكل عام في بلدنا العربية محتاجين نهتم بشكل أكبر صراحة بموضوع الثقافة، الثقافة الطبية والثقافة الغذائية، ده يعني أشياء هامة جدا. والثقافة الطبية مسؤولية المجتمع بشكل عام، مسؤولية وسائل الإعلام، مسؤولية الخدمات الطبية أو الصحية في بلدنا، يعني مسؤولية وزارة الصحة، مسؤولية وزارة الإعلام، وزارة التعليم، مسؤولية المجتمع بشكل عام. ويعني وكمان يعني إضافة للي تفضلت بيه وذكرته، أنه عندنا أشياء ممارسات في الحياة، زي أنا نعيد تاني مسألة أنه التدخين في الأماكن العامة، يعني والناس بتعتبر أن هذه حرية، وأي حرية هذه، أن استخدام حرية عشان أذى الآخرين هذه ليست حرية، أنت بتسبب ضرر للناس الآخرين. فيعني ما في كلمة الحرية هنا تستخدم بشكل إيه يعني غير مناسب إطلاقا في المحل ده، ليست في مكان. نعم. فأنا أؤكد على كلامك. العلاج اللي حضرتك بتاخده اللي هو أنت قلت السيريتايد أو سيريتيد، نعم هذا من الأشياء المشهورة، وهذا فعلا بخاخ اللي هو استيرويد اللي هو الكورتيزون يعني، وهذا فعلا مفيد وجيد. ويعني ولكن زي ما حكيت انه كل مريض يختلف عن الاخر، ولابد يحصل تقييم لمدى استجابتك لهذا العلاج، ويا ترى انت بيتكرر عليك الأزمة كل قد ايش، ويا ترى الأزمة لما بتجي لك بتكون مخففه ولا متوسطه ولا شديده، يا ترى انت محتاج علاج اخر اضافه ليه ولا هذا يكفي. فكل هذه الاشياء يا اخي محتاجه طبعا ايه اجابات. فانا انصحك انك تكون واضح، انت تكون عندك هذه الاسئله تسجلها، ولما تراجع الطبيب بتاعك او لو حبيت تسال عنها انا على اتم استعداد ان انا اجيبك باذن الله. انك انت كيف يكون عندك كل مريض بيختلف عن الاخر، وكل مريض بنكتب له زي بنسميها خطه العلاج بتاعته، خطه العلاج، الاشياء اللي بيستعملها طول الوقت، والاشياء اللي يستعملها اول ما يشعر بمساله الكحه او رشح بالانف او ضيق بالنفس او يعمل ايه. فكل مريض بنكتب له يعني خطه علاج خاصه به. نعم. طيب. نعم. طبعا احنا نضع رجل من زملائي ضعوا العنوان للدكتور على الحوار دوت تي في على الشاشة حتى يتواصلوا مع أطبائهم في أي سؤال خاص، الأطباء بالتأكيد سيكونوا سعيدين بالإجابة عليها. أيضا لدينا عمران من الجزائر الذي لديه حساسية العيون. نعم. من أي روائح تدخين أو روائح كريهة، هو لا يدخن، مشكلة الحساسية في عيني تصيبه دائما بالحكة والدموع والإحمرار، كيف يمكن علاجها يعني؟ طبعا يا أخ عمران، طبعا أؤكد على التشخيص اللي تفضلت به، يعني أنت عندك حساسية العيون، وزي ما حكينا من قبل أنه كل إنسان الحساسية بتاعته ممكن يحصل لها هيجان أو يعني تثار.
أو انتكاسة بأسباب مختلفة، وأنت من النوع اللي بيحصل له انتكاسة بسبب الروائح الكريهة أو التلوث اللي في البيئة أو أشياء هذا. يعني موضوع حساسية العيون الأكثر أو الشائع أكثر في حساسية العيون هو الحساسية الموسمية اللي بتحصل فترات الربيع مع ظهور حبوب اللقاح والأشياء صحيح. هذه ومع بداية الربيع. ولكن طبعا في عدد من المرضى بيكون برضو عندهم حساسية لأشياء أخرى. وأمثال الأخ عمران والإخوة الآخرين اللي عندهم حساسية من الروائح ومن من تلوث البيئة يشتركوا في برنامج اجتماعي خدمي يعني في الأحياء اللي عندهم، ويشجعوا صحيح. على يعني يطلبوا من المسؤولين في الأحياء عندهم تنقية نظافة البيئة، نظافة البيئة، تنقية الأجواء، منع حكاية المصانع اللي هي في داخل المناطق السكنية صحيح. يعني صحيح. يعني موجودة في بلدنا وكثير مثلا بالقاهرة مصانع أسمنت ومصانع أسمدة ومصانع كيماويات قريبة جدا من القاهرة أو مدن أخرى أو كذا أو كذا، عجب السكان نعم. فطبعا لو أي واحد يدخل هذه مش ليست أسرار وليست معلومات، يعني احنا طبعا بننصح حفاظا على صحة المرضى في أي مكان. فمثلا لو بصينا على الدراسات البحثية على نسبة التلوث البيئي، نجد مثلا القاهرة من أعلى العواصم في العالم اللي فيها تلوث بيئي، ولذلك المرضى المساكين المصابين بحساسية الصدر دول هم يعني عرضة بشكل كبير لتكرار الأزمات عندهم. نعم بالتأكيد دكتور، ولكن للأسف أحيانا صوت هؤلاء البسطاء والضعفاء يكون دائما ضعيف. دكتور كان في سؤال لدي قبل أن نأخذ الجزء الآخر من الأسئلة. يعني فترة الشتاء الآن نحن فيها، يعني بداية فترة الشتاء، هل فترة الشتاء هي تهيج الأزمة أم أن الأزمة هي التي يكون يعني تجعل الشخص المصاب بالالتهابات أو الإنفلونزا تجعل لديه بداية الأزمة؟ كيف يعمل الاثنان مع بعضهم البعض؟ هو فترة الشتاء بشكل عام في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى أنه معروف فترة الشتاء هي فيها فترة اللي بيزيد فيها حدوث الالتهابات اللي هي نزلات البرد والإنفلونزا والالتهابات اللي هي حتى التهابات الحلق والصدر والالتهابات اللوز. أي نوع من الالتهاب ممكن يعمل يعني اللي هو تهيج في للمرضى اللي عندهم الحساسية ويعمل يعني انتكاسة في مسألة الحساسية. فدي نمرة، دي أول شيء. الشيء الآخر، في ناس البرد نفسه درجة الحرارة اللي هي البرودة نفسها قد هي بحد ذاتها قد يعني تعمل هيجان أو يعني تثير موضوع الحساسية عنده. حتى في بعض المرضى اللي عندهم أمراض جلدية اللي هي بنسميها الأرتكاريا أو كذا، ممكن فترات الشتاء بيحصل عندهم زيادة في هذه الالتهابات أو يعني في الإثارة الجلدية نتيجة انخفاض درجات الحرارة. فدول العاملين الأساسيين بالنسبة لفترة الشتاء. طب علاجهم يعني محاولة الوقاية من يعني نعم. من ده سؤال هام جدا من ناحية العملية. مرضى حساسية الصدر وخاصة اللي عندهم حساسية صدر متكررة أو مزمنة بينصحوا دائما ان هم ياخدوا اللي هو التطعيم بتاع البرد والانفلونزا، خصوصا الكبار في السن. طبعا خصوصا الكبار في السن، ولكن مرضى الحساسيه نفسهم يعني لان عفوا دكتور تجاهل بال انه حتى الذي لديهم مرض السكر دائما هم ينصحوا باخذ إبرة البرد في كل شتاء. نعم، لأن مرضى السكر هم بسبب مرض السكر فده بيأثر على المناعة بشكل عام، فبيخلي أي نوع من الالتهابات عندهم يعني تكون عندهم نسبيا أشد من الشخص العادي اللي هو صحته عادية ما عندوش سكر، يعني جهاز المناعة بتاعه سليم معافى. إنما أي مريض عنده مشاكل في المناعة
عنده مشاكل حساسية، عنده مشاكل بالذات حساسية الصدر المتكررة هذه، ننصح بإنه ياخد إبرة البرد. أيوة بالضبط، لقاح البرد، اللقاح بتاع البرد. نعم. وعلى فكرة هذا التوقيت الآن هو اللي بيبدأوا الناس ياخدوا فيه اللقاح بتاع المصل أو اللقاح بتاع البرد. اللقاح بتاع البرد هذا الآن في شهر 10 وشهر 11 بنبدأ نعطي هذا يعني. هذه نعم. أول مرة معلومة، لأن أنا أعرف أنه فقط السكر والكبار في السن، ولكن إذا لمن لديه الحساسية أيضا؟ بالنسبة لكبار نعم. السن، هذا كل كبار السن في هذه البلاد، جميع كبار السن اللي هم 65 أو 70 فما فوق، جميعهم بياخدوا اللي هو اللقاح بتاع البرد. إنما أنا بتكلم الآن على المراحل العمرية المختلفة، بما فيهم الأطفال والمتوسط العمر، الشباب وكذا. يعني مثال زي مثلا الأخ صبري من أيوة. مصر، والأخ عيد من الجزائر، ده ينصح إن هو يأخذ لقاح بتاع البرد في أيضاً متوفرة في هذا خلال هذا الشهر. نعم موجودة، متوفرة في الدول العربية دكتور. المفروض نعم نعم موجود نعم. طيب هذه النصيحة الأولى. بالنسبة لعمران أيضاً، هل بالنسبة لعمران الذي لديه حساسية العيون، هل يستطيع أن يأخذ هذه الإبرة أم أن هو الأخ عمران ذكر إنه يعني إنه المشكلة بتاعته نتيجة الروائح، فيعني الروائح هذه طول العام، فيعني وما بيحصلش مسألة الحساسية بشكل خاص لما بيجي له برد يعني. نعم. إلا لو كان بيحصل مع البرد يبقى برضو ننصحه. هل هناك علاج معين للعين، يعني مثل قطرات تحمي العين من الحساسية؟ طبعا إذا كان الأمر ده عنده متكرر بهذا الشكل، أكيد لازم يكون عنده علاج. نعم. اللي هو يكون بشكل دائم، بحيث إن هو يمنع تكرار حدوث ويقلل من شدة هذا الالتهاب يعني. طيب دكتور، سؤال الطفل المعرض للالتهابات المتكررة، أزمة ليست أزمة قصدي، التهاب في الصدر بسبب البرد، الإنفلونزا، الكحة، هل نستطيع أن نقول أنه تتحول إلى أزمة من بعد في تكرر هذه الأمراض الشتوية؟ أو نزلات البرد؟ الطفل اللي بيتكرر عنده نزلات البرد بشكل يعني أكثر من المعتاد، يعني احنا في الأطفال اللي هم في سن الصغير لحد سن مثلا 8 أو 10 سنوات، نعم، ممكن يجيله في السنة ما بين 5 إلى 6 مرات في السنة نزلات برد، ما بين يعني خفيف إلى متوسط، نعم، وأحيانا نزلات شديدة. إذا كان حاجتين مهمين هنا، إذا كانت هذه النزلات البرد مصحوبة بأزمة صدرية يبقى ده موضوع مختلف، يبقى هذا ننصحه طبعا إنه هو يكون محتاج طبعا يكون على العلاج الوقائي زي ما حكينا، وهذا الطفل برضه ننصح إنه هو ياخد اللقاح بتاع البرد. الطفل اللي بيجي له أزمات نزلات برد متكررة وانفلونزا متكررة أو التهاب الحلق متكرر، لازم نشوف إيش السبب يعني. بعض الأطفال يجي لهم نتيجة تكرار التهاب اللوز. أيوة. يعني هذه موجودة يعني، وعندنا الطفلة صغيرة هي بيجي لها التهاب اللوز، فبنخلي طبيب الأنف وأذن كمان يشوفها. أيوة. ودي تحتاج أحيانا مثلا عملية لوز مثلا، ولكن مش كل واحد بيجي له تكرار التهاب معناه انه اللوز، لازم يفحص فحص جيد ونقرر، ربما يكون عنده مشكله في المناعه، مشكله في نقص شيء اخر. يعني طبعا ممكن نقص الفيتامينات بشكل عام بيأثر على المناعه، بما فيها برضه حتى نقص الحديد والانيميا، يعني بعض الناس اللي عندهم فقر الدم اللي بنسميها الكلمه الشائعه الانيميا، دول برضه ممكن يكون سبب من اسباب تكرار الالتهابات، بما فيها التهابات البرد أو التهابات الحلق أو النزلات الصدر يعني. تمام. طيب دكتور، قبل أن انتقل إلى حساسية الجلد أيضا وهي مهمة، نعم، فقط بشكل سريع نمر على المسببات التي تؤدي بشكل
سريع بما أن نحن نعيش في بيئة ملوثة، وخصوصا الله يعين من كما ذكرت يعيش في هذه الأماكن التي تسبب مباشرة حتى وصولهم إلى للأسف موتهم. يعني منها مثلا كما ذكرت اختلاف المواسم، العشب وانتشار اللقاح. لفت انتباهي دكتور الموبايل، يعني من أحد قراءاتي استغربت يعني توقفت عندها، أنه بعض الحساسية تأتي من الموبايل لأن المعدن المصنوع في هذا التليفون تسبب حساسية التهاب الجلد يعني منها. الجلوتين كما ذكرت دكتور، فهكذا يعني أريد أسمع منك أيضا من بعض الأكلات أو بعض الحبوب أو بعض الأغذية يا ليت تعرفنا عليها. نعم، يعني حساسية الجلد طبعا ليها مسببات كثيرة جدا، وزي ما يعني في بداية الحديث قلنا إنه في حاجتين، في الناس المرضى اللي هم عندهم قابلية للحساسية، واللي هم عندهم زي ما حكينا إنه في مشكلة معينة في جهاز المناعة اللي هو بيعمل استجابة أو تفاعل معين لأشياء موجودة في الجو. يعني في مريض أو يعني شخص يحصل له تفاعل ويحصل له مشكلة في الجلد لما يتعرض مثلا لروائح معينة أو لأطعمة معينة أو لمثلا كيماويات معينة بما فيها الكريمات أو الشامبوهات أو الأشياء هذه. صحيح. أو الأطعمة أو خلافه، فده بيبقى في عنده مشكلة في استجابة الجسم أو تفاعل الجسم مع هذه الأشياء. طبعا يعني انت حضرتك ذكرتي الموبايل والماده المصنوعه منه، طبعا يعني لا تستغربوا انه يعني الحساسيه فيها، يعني الناس بيكون عندهم حساسيه لاشياء غريبه وعجيبه جدا، يعني احيانا يعني زي ممكن لان الموبايل مصنوع ممكن احيانا الغطاء هذا من ماده البلاستيك او ماده كذا او كذا او كذا، وفي ناس عندها حساسيه كل هذه الاشياء. وزي ما ذكرنا ان في بعض الناس عندهم حساسيه للاضافات اللي هي الملونات اللي بتضاف على الاطعمه، الحاجات الحافظه كذا، يعني هذا يعني يمكن تقريبا كل ما في حاجه في الدنيا الا ممكن يكون انسان عنده حساسيه منها، يعني ممكن يكون انسان. طبعا نسبه تختلف، يعني الناس اللي عندهم حساسيه مثلا في الطعام، مثلا الأطفال اللي عندهم حساسية للحليب، دول طبعا نسبة هي نسبيا أكبر، ممكن تصل إلى 5% في السنة الأولى. في المقابل مثلا اللي عنده حساسية لموضوع البلاستيك أو الأشياء هذه، طبعا يعني ممكن تكون واحد بالعشر آلاف أو يعني أو واحد بالمئة ألف، يعني طبعا تقل بشكل كبير. نعم. إنما موجودة. طيب دكتور إحنا نقف عند هذا الحد حتى نأخذ الفاصل الأخير من كيف الصحة، موضوع يعني كبير جدا ويحتاج فعلا لوقفة منا، موضوع الحساسية عند الأطفال والكبار أسبابها وعلاجها مع الدكتور خورشيد خليفة. ابقوا معنا حتى النصف الساعة من الساعة الثانية والأخيرة من كيف الصحة.
الحمد لله أولا وآخرا أنني عندما أتطلع إلى الخلف أشعر بالرضا عن هذه المسيرة. أدعو الشباب وعي ما سبق والتفكر في ما هو قائم والنظر للمستقبل بروح جديدة، لأن الإسلام بطبيعته متجدد، والإسلام بطبيعته يعطي كل جيل من الأجيال خطاب ولغة مفهومة لديه وفقا للأسس والمبادئ العامة للإسلام. مراجعات مع الدكتور عبد اللطيف عربيات رئيس البرلمان الأردني السابق، الحلقة 67 تأتيكم في الأوقات التالية. أحييكم مشاهدينا الكرام، الساعة الثانية والنصف، الساعة الثانية الأخيرة من البرنامج، وطبعا ننتظر أي اتصال أو تساؤل للدكتور خورشيد خليفة، وهو محاضر استشاري طب أطفال إحدى مستشفيات جامعة لندن. الموضوع طبعا تحدثنا من بداية الساعة والنصف الأولى من البرنامج كيف الصحة، عن الحساسية بأشكالها مسبباتها، طبعا الوقاية منها وعلاجها حساسية الصدر، وتحدثنا عن حساسية الجيوب الأنفية وأيضا الطعام، كيفية الوقاية وحماية البيئة بالدرجة الأولى. نحييكم ونحييك دكتور مرة أخرى. أتانا سؤال عبر هناء من مصر عبر مراسلة تتحدث عن على علاج الأكزيما، طبعا رح نتحدث فيها الآن. هل الكورتيزون، سألنا هذا السؤال، له تأثير؟ هل يجب تقنينه أم يؤخذ بشكل عشوائي؟ يعني ممكن مسموح أي شخص يأخذ كورتيزون هكذا؟ سؤال هام جدا يعني السيدة هناء. الكورتيزون طبعا زي ما حكينا من الأدوية اللي ليها فوائد كبيرة جدا إذا ما استعملت بالجرعات المناسبة للفترات المناسبة للمريض المناسب. فالكورتيزون مهم جدا ومفيد جدا، ولكن بشرط بالثلاث شروط هدول. أيوة. ثلاث شروط: يكون المريض المناسب والجرعة المناسبة والمدة المناسبة. نتكلم عن الكورتيزون واستخدامه في الإكزيما، لأن هذا اللي حضرتك كنت بتسألي عنه. فبالنسبة لاستخدام الكورتيزون في الإكزيما اللي هي طبعا الالتهابات الجلدية، بيستخدم الكورتيزون يا إما في المراهم والأشياء اللي هي بتستخدم على الجلد، المراهم والكريمات، وإما بيستخدم الكورتيزون بالفم. أيوة. فبيعتمد على طبعا على إيه، على الحالة وعلى صعوبة الحالة، يعني إذا كانت الحالة بسيطة أو متوسطة أو شديدة. فاستخدام الكورتيزون في الكريمات والمراهم ده بشكل عام بننصح به وبنستخدمه في الأطفال إن شاء الله حتى من سن سنة، ولكن دائما في معظم الحالات بياخدوه لفترة مثلا من 3 إلى 5 إلى 7 أيام مثلا، خلينا نقول من 3 إلى 7 أيام. وفي معظم الأوقات، في المعظم، بيحصل استجابة جيدة في هذه الفترة. وبعد ما يحصل الاستجابة الجيدة هذه، نستمر فقط على الكريمات الطبيعية اللي هي الملطفات أو المرطبات للجلد. أيوة. اللي هي الكريمات الطبيعية زي مثلا الحاجة المشهورة زي نيفيا أو الأسماء المختلفة، يعني أي كريم اللي هو كريم البشرة العادي. هذا ده طبعا بننصح بأي مريض عنده إكزيما أو عنده اللي هو بنسميه الجلد الناشف أو فبننصح أنه يستخدم الكريمات العادية دي على الأقل 3 أو 4 مرات باليوم على الأقل، حتى وإن كانت فيها بعض المواد المعطرة. دكتور، هو الأفضل طبعا ما يكونش فيها مواد معطرة. الأفضل ما يكونش فيها، لأن في بعض المرضى بيكون عندهم حساسية للمواد المعطرة هذه. فالأفضل أن هي تكون اللي هي بس كريمات الخالية من كل إضافات. بالضبط. نعم. بالضبط، يعني كريم أو المراهم.
فهذه زي ما قلنا اللي هي بملطفات للجلد، هذه تستخدم بشكل دائم بحيث ان نحافظ على ان الجلد يكون مرطب يعني في 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 كل الاحوال او معظم الاحوال، وده بيقلل بشكل كبير تكرار حدوث انتكاسات او اثارات في الاكزيما في الجلد. فاعيد تاني موضوع استخدام الكورتيزون في الكريمات او المراهم، بننصح به بيتاخد لفتره ما بين 3 إلى 7 أيام على حسب استجابة المريض. ومجرد ما الالتهاب الموجود، وهو طبعا شهير بيكون حوالين اليدين هنا في المفصل أو عند الكوعين أو خلف الركبتين أو في القدمين، أحيانا في الوجه دكتور أو بالوجه، نعم، فبنستخدم الكورتيزون على هذه الأماكن فقط اللي هي حصل فيها يعني التهاب بشكل واضح، وبنستخدمها من 2 إلى 3 مرات باليوم إلى مدة 3 إلى 7 أيام، ممكن 3، 5 أو 7 أيام. مجرد ما هذا الالتهاب اللي هو زاد هذا يهدأ، نستمر بس على الكريمات الملطفات العادية. فده معظم المرضى اللي عندهم إكزيما بيستجيبوا للعلاج بهذا الشكل. فننصح الآباء والأمهات والمرضى أنه ما يستمروش على الكورتيزون في هذه الحالة بدون داعي. كويس؟ بالضبط. طيب نيجي بقى لمجموعة المرضى اللي هم عندهم الحساسية بشكل شديد. بشكل شديد بمعنى انه حتى الكورتيزون نفسه في درجات، في درجة برضو بخصائص القوة بتاعته. في كورتيزون برضو بسيط، وفي كورتيزون متوسط، وفي كورتيزون شديد. وهو يعالج لكل حالة. كل حالة طبعا بنوصف لها الحاجة المناسبة ليها. نعم. ففي بعض المرضى او في قسم او نسبه من المرضى يعني اللي هم تقريبا يكونوا من 10 الى 20% يكون السيطره على الاكزيما والمشاكل الجلديه عندهم صعبه وشديده، ويحتاجوا الكورتيزون لفترات طويله، ويحتاجوا الكورتيزون اللي هو الشديد يعني اللي هو يعني ذو القوه الثلاثيه لو قلت يعني. أيوة. في لو قلنا قوه 1 أو 2 أو 3 فيحتاجوا هذا الكورتيزون اللي هو الشديد والفترات طويلة. طبعا هدول المرضى يعني في علاجات أخرى بنستعملها وأنواع أخرى من المراهم وبأنواع أخرى من العلاجات اللي بتتاخد بالفم علشان تحاول تحسن جهاز المناعة وتحاول تقلل من هذه الالتهابات. وهدول المرضى يعني بيكون ليهم يعني بيحصل لهم زي تقييم من نوع خاص بتفاصيل شديدة على مشكلته والأغذية اللي بياخدها وإيش الأشياء اللي هي ممكن تسبب يعني تثير الحساسية عنده. ويعني هدول بيحتاجوا يعني تفاصيل شديدة واهتمام شديد بحيث إن احنا نوصل في النهاية لأفضل علاج بكميته وقوته ومدته. أيوة. نعم. ده كله مهم. طيب دكتور خلينا ناخذ اتصال من العراق. ناصر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسأل دكتور عن الحساسية. عندي حساسية في البلعوم. ايوه. عندي حساسية في البلعوم، اريد اعرف يعني اذا اسوي تحليل مثلا اكو رقم يعني بحيث انه اعرف الحساسية مو قد شديدة يعني خفيفة هالشكل. طيب دكتور حابب تسأله عنده حساسية في البلعوم، حابب يعرف إذا في هناك أي تحليل في البلعوم. نعم. عفوا يا أخ ناصر، يا أستاذ ناصر الحلق يمكن قصد يا سيد ناصر. حكة دكتور حكة في البلعوم بالحلق يمكن بالحلق والبلعوم. في حكة بالبلعوم دكتور. حكة بالبلعوم. نعم دكتور. أهلا يا أخي. طيب طبعا الحكة بالبلعوم لها توصيف شوية مختلف. هل أنت بيجي لك الحكة دي لما تأكل أكلات معينة؟ لا دكتور، هو يعني حكة عندي فترة خاصة يعني بالمواسم، يصير عندي مثلا بشهر التاسع، يصير عندي بشهر الثالث، هالشكل يصير الشهر التاسع وبعض المواسم يعني مواسم الخريف والربيع الشهر الثالث يعني شهر مارس، شهر مارس في الربيع يعني تقصد يا أخي؟ إيه بالربيع
دكتور يعني من تتغير درجه الحراره يعني بالربيع نعم. مثلا بالشهر الثالث اكثر شيء وبالتاسع يعني ايوه نعم, نعم 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 طيب دكتور. يعني من وصفك هذا اللي تفضلت به الان يا سيد ناصر نعم هذا ممكن يكون انا اتفق ان هذا ممكن يكون حساسيه نعم دكتور اسال عن يعني اكو فيتامينات يعني اخذها للحساسيه اكو مثلا هالشكل بحيث تقوي المناعه عندي يعني هالشكل طيب انا بس خلينا يعني نجاوب لك الاجابه اللي هي اللي تناسب الحاله عندك ان شاء الله موضوع الفيتامينات هذا ممكن يعني كعامل مساعد ولكن ليس هذا العلاج يا اخي الكريم فبالنسبه للوضع بتاعك انا تسمع الاجابه الان ان شاء الله شكرا لك ناصر على سؤالك طيب في تحليل دكتور يبين درجه شده او يعني الحساسيه عنده ناصر كما يسأل بالنسبة للأخ ناصر حساسية البلعوم وده جزء من الجهاز الهضمي فطبعا في ناس بيكون عندهم حساسية في البلعوم حساسية في المعدة حساسية في الأمعاء طبعا وهدول يعني في التشخيص والفحوصات اللي بنعملها لهم أو اللي ممكن تتعمل لهم عبارة عن تحليل ممكن للدم هذا ممكن يعني وليس تأكيد يعني يوضح هذا درجات الشدة ممكن نمرة واحد يبين إذا نوع الحساسية اللي عنده أو هو حساسية لأي شيء بس خلي بالنا من كلمة ممكن وليس بالتأكيد نعم. عشان بس لو الأخ ناصر راح يراجع أحد الأطباء وعمل له فحص دم وما بينش شيء يقول له لا أنت ما عندكش حساسية أو يقول له كيف ما بينش هو ممكن ما يبينش وهو ما زال عنده حساسية بس من نوع آخر اللي هو لا يظهر بفحص الدم ده شيء الشيء الآخر أنه فممكن يكون عنده حساسية تبان من فحص الدم ويبين مثلا إيش الشيء اللي هو عنده حساسية لي وإذا كان هو بتحصل له في هذه الفترات زي ما حكى فممكن جدا يكون حساسية لحكاية اللي هي زي ما حكينا الأعشاب وتغير المواسم مع اللقاح وغيرها أشياء اللي هي حبوب اللقاح, اللي نعم. بتنتشر بالأجواء في فترة نعم. الربيع ده ده ممكن احتمال وممكن يكون في ناس عندهم حساسية للفترة ما بيظهر الأوراق الشجر تغير الجو والنجيلة أو الحشيشة زي ما بنسميها هذه فممكن يعني الشيء الآخر يا أخ ناصر بالفحص الآخر اللي بنعمله اللي هو بنعمل منظار على المريء وناخد عينة من المريء ويتعمل لها فحص اللي هو فحص تحت النسيج يعني فحص النسيج ففحص النسيج يعني ونعرف منه مدى الالتهاب الموجود ومدى الحساسية الموجودة وبناء عليه نقرر العلاج طبعا العلاج بتاعك يا أستاذ ناصر ليس فقط الفيتامينات لا أنت لازم تاخد علاج آخر اللي هو علاج خاص بالحساسية في علاجات اللي هي بتستخدم فترة الربيع هذه اللي هي بتمنع زي برضو رشح الأنف وحكة العين والهادي دي واحدة منهم وفي واحدة تانية كمان اللي هي بتعمل يعني تشتغل على جهاز المناعة بحيث تقلل من هذه الالتهابات فهو يعني برضو يحتاج الأستاذ ناصر إن هو يراجع الطبيب أخصائي أو إذا يعني يحب يتصل أنا أهلا وسهلا أنا أحنا. نديله الإجابة ونديله الخيارات أو الاختيارات ممتاز. من الأدوية اللي هي نعم. إن شاء الله ممكن تساعده إحنا يعني نطلب من الجميع السؤال الدكتور خورشيد يتواصل عبر الإيميل متواجد الآن على الشاشة إن شاء الله ثم يعني بالتأكيد راح يجابه كما ذكر يجاب كل أهلا وسهلا نعم. ناخذ اتصال دكتور من ليبيا فضل. خالد الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله استاذه ممكن نسال الدكتور يسمعك تفضل تفضل يا اخي يا دكتور بالله عليك نبي نسالك انا حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله نبي نسالك يا دكتور البخاخه نتاع الازمه الحساسيه هذه في نوعين هما بخاخه نتاع اللي توسع طبعا الشعب الهوائيه والثانيه كورتيزون علاج كويس دكتور نعم. فأنا طبعا من عدة سنوات عندي الحساسية هذه بدأت من
من التلوث البيئه، او مثلا روائح معينه، او مثلا حتى المواشي الغبره نتاعهم او الاسمنت هيك تجيني منهم عده مرات. لكن اللي بنقول لك بالذات فتره الشتاء هيك في البرد في شهر 10 11 تقعد معي شهرين. لكن السنه الماضيه دكتور تصور انا كنت ممكن من 7 سنوات وثمانيه بديت نستعمل في البخاخ هذا اللي بنقول لك عليه دكتور. البخاخه هذه باهي ولا سبحان الله جتني السنه الماضيه اللي اضطريت بديت نستعمل فيها في كل ساعتين بخه، نبخ فيها في كل ساعتين بخه. قبل كنت نستعمل فيها مره في الصبح ومره في الليل. فالسنه الماضيه لدرجه ان جتني فتره حاله يا دكتور في فتره الظهيره ان خلاص نفس انقطع علي، حسيت نفسي اني خلاص صار لي عرق واحد لدرجه جيت للبخاخه طول استعملتها في هذيك اللحظه ولا لي النفس. اول مره تجيني في حياتي الحاله هذه. فاني بنقول لك عليه دكتور البخاخ الثاني راه ما نستعملش فيه الكرتزون، نستعمل في الثاني بتاع توسيع الشرايين. لان يقولوا الكرتزون خطير وما ادراك. ثاني تو خايف تقول لي هل 12 مرة كل ساعتين زي ما جتني السنة الماضية نستعملها عادي كل ساعتين، أو في خطورة للبخاخة مرة أو مرتين؟ وفي نفس الوقت الحالة اللي صارت لي هذه اللي قلت لك انقطع لي النفس أول مرة وعرقت وكأني حسيت نفسي خلاص، لأنه ما لقيتش البخاخة هذاك اليوم في جنبي كنت أنا خلاص يعني. لكن الحمد لله. لكن أنا بس نبي نسألك على موضوع الكرتزون والبخاخة، وهل الأدوية الطبية والأعشاب اللي يتكلموا عليها يقول لك علاج نهائي للأزمة، علاج نهائي في بعض القنوات، هل هي صحيحة دكتور؟ وفي حتى حبوب طلعت من بريطانيا قالوا علاج بديل للأزمة، لقاح جديد مانيش عارف الفترة اللي فاتت يتداولوا فيه. وشكرا على الإطالة وآسف يا دكتور. شكرا لك يا خالد والله يشافيك إن شاء الله. واضح جدا يعني الفرق بين الاثنين، ويعني هذه الحالة التي أصبحت لديه انتكاسة بشكل يعني متلاحق لدرجة أنه يستخدم كل ساعتين حتى وصل أنه انقطع التنفس لديه. كيف تجيب دكتور؟ يا أخي خالد هذا احنا تحدثنا في بداية البرنامج وسؤالك مهم جدا جدا، ولأنه تأكيد لنقطة من أهم النقاط اللي أنا أحب، أو رسالة من أهم الرسائل اللي لازم مرضى الأزمة يفهموها كويس جدا. موضوع الكورتيزون أعيد وأكرر يا أخي، أنت اللي زيك لابد يستخدم الكورتيزون بشكل دائم. يعني اسمع هذه النصيحة الطبية هامة جدا لك، لأنك أنت نفسك الآن كما تفضلت وسمعناك والمستمعين سمعوك، أنت قلت أنك كنت وصلت المرحلة أن جسمك تسبب عرقا وضيق في النفس شديد. أنا يعني الحمد لله ربنا أنقذك، ولكن يعني عفوا يا أخي ممكن ناس أمثالك هكذا ممكن هذا يؤدي إلى الوفاة بمنتهى البساطة. يعني ما هذا مش يعني مش مبالغة ولا شيء. صحيح. مجرد أنك أنت تترك نفسك بهذا الشكل طبعا يعني هذا أمر خطير ولازم تحترس منه جدا. فأنت يا أخي خالد أنت وأمثالك لابد تستخدم بخاخ الكورتيزون بشكل دائم، الجرعة المناسبة لك بشكل يومي علشان تمنع حدوث الأزمات، دي نمرة واحد. وحتى إذا لم تمنعها منعا باتا تماما على الأقل تقلل من شدتها أو حدتها حينما تأتي الأزمة، دي نمرة واحد. نمرة اثنين أنك أنت ممكن تحتاج بخاخ الكورتيزون ومعاه علاج آخر علشان برضو نحاول نمنع الأزمات كويس. فانت مهم جدا جدا انك تاخد افضل علاج اللي هو يناسب لمنع الازمات عندك او تقليلها الى اقصى درجه، وهذا امر مهم وخطير. الشيء الاخر يا اخ خالد، نصيحه عمليه لك وكل مرضى الازمه، لما يجي لك الازمه بهذا الشكل الشديد ما ينفعش بخه واحده، ما تنفعش طبعا. انت لازم تاخد على الاقل بقى، انت طبعا ما عرفناش عمرك، انت يعني من صوتك كده تبين كانك شباب يعني ما شاء الله 30 40 او هكذا. انما تاخد على الاقل 10 بخات في اليوم في المره الواحده. في المره يعني المره لما يكون عندك هذا الضيق النفس الشديد تاخد 10 بخات مره ورا الثانيه، يعني تعمل واحدة. ولازم تتعلم كمان
انك تعمل البخاخه وتاخدها بالشكل الصحيح، لان في مرضى يعني يمسك البخاخه يحطها في فمه كده ويعمل يضغط على البخاخ وممكن تكون في فمه وما يعملهاش بالشكل الصحيح. اما الشكل الصحيح انه لازم يعمل البخه هذه، يعني لازم يمسك البخاخه يرجها الاول كويس ويحطها في فمه وبعدين يضغط عليها وبعدين ياخد معها نفس عميق شديد بحيث يستفيد من البخاخ. ودي يكررها 10 مرات. إذا يا أخ خالد، إذا أنت وصل بك الحالة، أنت أو بالذات بقى الأطفال كمان، إذا الطفل احتاج 10 بخات عشان يعمل تحسن عنده في التنفس، معناها هذا المريض لازم يروح المستشفى ولازم يراجع الطبيب. يعني ما تنفعش تجلس في بيتك وانت محتاج 10 بخات كل ساعة أو كل ساعتين، هذا فيه خطورة عليك يا أخ خالد وعلى حياتك. اللي يجيله الأزمة بهذا الشكل ويحتاج 10 بخات كل ساعة أو ساعتين لازم يروح أقرب مستشفى أو أقرب يعني مركز صحي يكون فيه إسعافات، لأنه محتاج علاج أكثر من كذا، أعمق من كذا. طيب دكتور، يعني في هناك بشكل سريع لأن وصلنا لنهاية البرنامج، نوعين من البخاخ اللي هو الكورتيزون والبخاخ لتوسعة الرئة، فهل يستعمل مع بعضهما البعض؟ نعم، الأخ خالد وزيك كل المرضى اللي عندهم الأزمة لازم يستخدموا الكورتيزون كأول رقم واحد في العلاجات، كوقاية ومنع لحدوث الأزمات. وزي ما حكيت أنه قد يحتاج المريض أكثر من علاج آخر عشان يحصل سيطرة على الأزمة. بالنسبة للبخاخة اللي هي الفنتولين بتاع توسيع الشعب، هذه بتستخدم عند الضرورة، يعني أول ما يشعر ببرد أو رشحة أو كحة أو ضيق في النفس يبدأ ياخدها المريض على حسب درجة الكحة اللي عنده. طيب دكتور بشكل سريع، هل في علاج جديد في بريطانيا كما يقول أو سمع بعض على مواقع الإنترنت أو على بعض القنوات؟ يعني في علاجات دائما، في أشياء بتبقى غير الأشياء المعتادة هذه لمعظم المرضى. في مرضى بيحتاجوا علاج خاص، علاج مثلا موضوع يكون عندهم حساسية شديدة لحاجة معينة، فنبدأ نديلهم إبر زي يعني اللي هي تقلل درجة الحساسية عندهم. هدول يعني نسبة قليلة من المرضى وبيبقى يعني يحصل عليهم اختيار دقيق، وهذه الأشياء بتتم في المراكز المتخصصة، يعني حتى مش أي مستشفى عادية أو مركز أو أي طبيب أخصائي عادي، لا ده محتاج طبيب يكون استشاري متخصص في أمراض الحساسية في قسم متخصص في أمراض الحساسية. يعني هذه أمر خاص جدا جدا، ومش أي طبيب يقدر ينصح به ومش أي طبيب يقدر ينفذه. دي نصيحة برضو هامة جدا، علشان برضو معلش للأمانة، في بعض الأطباء وبعض يعني بتحصل بعض الممارسات شوية يعني ما بتكونش على المستوى المطلوب من الدقة. نعم. طيب دكتور، يعني احنا وصلنا للاسف نهايه البرنامج، موضوع كبير جدا. خلصنا كما يقول لي المخرج، لم نتحدث عن حساسيه الجلد عند الاطفال عند الكبار مثل الاكزيما وغيرها، وحساسيه موضوع كبير، مواضيع هامه جدا سنتناولها ان شاء الله في الحلقات القادمه. ولكن كل ما لديه سؤال للدكتور خورشيد في هذا الموضوع بالتحديد وبالاجابه الدقيقه، الايميل موجود على الشاشه دكتور@الحوار.تي في. سنراجع كل أسئلتكم وسنضعها بيد الطبيب الدكتور، ولكن نعد إن شاء الله بحلقة كاملة عن الأغذية وحساسية الطعام، لأن هذا لوحده موضوع كبير جدا ضخم وعمليا مهم جدا. أكيد إن شاء الله. دكتور خورشيد خليفة طبعا محاضر استشاري طب أطفال في إحدى مستشفيات جامعة لندن، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا، على أمل لقاء بك قريبا إن شاء الله لإتمام ما بدأناه من حساسية الجلد والأطعمة وغيرها، وأيضا كيفية الحفاظ على البيئة ورفع سقف الوعي وفهم كيف نستطيع حماية أطفالنا وحماية أنفسنا من كل المسببات للحساسية بشكل أو بأنواعها المختلفة. وصلنا لنهاية البرنامج دكتور وصلنا لنهاية البرنامج، على أمل لقاء بكم السبت القادم في كيف الصحة إن شاء الله، انتظرونا من الساعة 3 حتى 5 من قناة الحوار. هذه تحية مني من فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك.